السلام عليكم، مرحبا بكم معنا تاني في قناة مغربية الهند. فيديو ديال اليوم غتحضروا معنا فيه لواحد العرس. العرس ديال هاد المرة هو ديال واحد الهنود مسيحيين نتاع واحد الصديق ديالنا في مومباي، يعني مختلف على الأعراس اللي ديجا شفتو عندنا في القناة. لا فيديو ما طويلش بزاف، ما غير باش تاخدوا واحد الفكرة على الأعراس ديال المسيحيين كيفاش كيدوزوا هنا في الهند. انا دابا وصلت للكنيسه فين غادي يتم الزواج ديالهم والصلوات اللي كيديروا قبل ما يمشيوا لقاعة العرس. نخليكم معنا تشوفوا الاجواء اللي كتكون، وبقوا معنا حتى الاخير للفيديو باش تشوفوا العرس كيفاش غادي يدوز. وهنا كما كتشوفوا كيكونوا كيغنيوا الاغنيه اللي خاصه بالحفلات الزفاف ديالهم، اللي كيكون كل شيء ديجا حافظها وعارف اللحن ديالها، كتكون مليئه بالفرح وكتخلق واحد الشعور راقي في الكنيسه بالنسبه ليهم. وهنايا القس كيسولهم اسئله اللي خاص يجاوبوا عليها بوي او نو، بحال واش جيتوا هنايا بالاراده ديالكم، واش قابل انت بهذا الرجل في حياتك، وانت واش قابل بهذا السيده في حياتك. Jordan Karmila, since you have stated your intention to enter into marriage, I request you to join your right hands. In sickness, and in health, I will love you and honor you all the days of my life. دونك صافي، هنايا من بعد الاجوبه على الاسئله ديال اللي سولهم القس كيدكلاري بانهم زوج وزوجه. والتقاليد ديالهم هنايا كيمشيو عند القس تيبارك ليهم في الزواج باش كتكون علاقه ناجحه. وهنا بالنسبه ليهم كيبارك القس لجميع اللي كانوا حاضرين من العائله والاصدقاء اللي قرب ليهم بزاف بالماء المقدس كيف ما كيقولوهم. وهنايا كيطلعوا الازواج لمن الصف فين كيكون القس باش كيسنيو في العقد ديال الزواج ديالهم. وانا دابا وصلت للقاعه فين غادي يحتفلوا. هذه هي القاعه اللي دايرين فيها العرس. داروا قاعه مفتوحه باش داروا ديكوراسيون مختلفه شويه على اللي كيديروا نورمالمون الهندوس. ونخليكم مع الاجواء ديال العرس اللي غادي تعجبكم بزاف.
Well, let's hear it for Jude and Philomena. معنا الاخير الفيديو، مبروك للعروسين ونتمنى يكون عجبكم وتسناونا فيديوهات جديده.